وجدنا الاحتفاء قبل ما نوصل. وصدقني فخامة الرئيس ليست مجاملة، من أول ما دخلنا أنا وزملائي يعني غمرنا شعور غريب سبحان الله، يعني شعور يعني يمكن ما عمرنا حسينا فيه، وسعيدين جدا. وأنا أعتقد أن هذه فعلا زيارة تاريخية بكل ما تعني الكلمة، ودائما نتطلع للتعاون يعني بما يخدم أي أمر، خاصة الإخوان في الاتحاد الفلسطيني اللي اليوم ما شاء الله يقدموا مستويات فنية عالية. احنا أنا شاهدتهم بنفسي في أستراليا في كأس آسيا لأول مرة يلعبوا النهائيات، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. وإحنا سعداء جدا بوجودنا في أرض فلسطين، أولى القبلتين، ثالث الحرمين الشريفين. وعدنا سعادة اللواء إن شاء الله يرتبنا أيضا زيارة للمسجد الأقصى، وهذا حيكون أيضا شرف كبير. أنا سعيد جدا فخامتك باستقبالك، استقبالك فخر كبير لنا، ونتمنى إن شاء الله دائما نكون على أعلى مستويات الحب والوفاق بإذن الله. شكرا فخامتك.